يلبسه الصوفية في حديث الضرير الذي أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف عن عثمان بن حنيف عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك. جماعة لاحظوا الرجل ده الأعمى جميل هنا موضوع شنو؟ يعني هو أصلا عميان لكن بيطلب شنو؟ الدعاء. فلو كان موضوعه انه ده يتوسل بجاه الرسول ما في داعي يجي، هو اعمى ويتعب ويجي لحد هنا، لانه الاعمى بيتعب. عشان كده قال: يا رسول الله اني رجل اعمى وليس لي قائد يقودني الى المسجد، وبيني وبينك هذا الوادي وفيه السباع و فازل لي ان اصلي في بيتي. فشكى انه الاعمى بيجد مشقه يا جماعه في اي مشوار يطلع. فلو الاعمى يعلم انه الرسول علمهم إن الزول يتوسل بجاه الرسول كان جلس في بيته وقال: اللهم أسألك بجاه النبي أن ترد علي بصري. فما عمل كده وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ادعو الله لي. يبقى موضوع شنو؟ دعاء. دعاء، ما موضوع توسل بالجاه. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الأعمى قال: يا رسول الله أدعو لي الله 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 الله. ما دعا الرسول ذاته. الصوفية بيجيبوا لك الحديث ده يقول لك ده يدل على جواز انك تشرك بالله وتدعو الميتين. وينه يا اخواننا؟ اسالكم بالله وينه؟ الأعمى قال للنبي: ادعو لي الله 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 سبحانه وتعالى. وين هنا انه تدعو الميتين تدعو غير الله؟ وينه؟ ده رد عليهم ولا ما رد؟ رد عليهم. رد عليهم يا اخواننا، رد عليهم. نعم. فقال: ادعو الله ان يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. ففي رواية: وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: ادعوه. شوف، الأعمى طلب الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام خير بين الدعاء والصبر، والصبر قال له أفضل، لأنه قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم يكن له جزاء إلا شنو؟ إلا الجنة. فخير بين الدعاء والصبر، وقال له: الصبر أفضل. الأعمى قال: بل ادعه. والرسول وعد وقال لي: إذا دار ادعو بدعو لك، وإذا دار تصبر خير لك. والأعمى اختار الدعاء الوعد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم بيخلف الميعاد؟ لا. هل بيخلف الميعاد؟ ما بيخلف. إذا الموضوع ده موضوع دعاء، توسل بالدعاء، لأن الرسول دعا له. وحيجينا الأدلة. نعم. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. لأنه لو قلت الوضوء بضم الواو ده الفعل، ولو قلت الوضوء بفتح الواو دي الموية التي يتوضأ بها المعدة للوضوء، وكذلك طهور وطهور، كذلك سحور وسحور. نعم، كيف الصحيح؟ الاثنين صحيحات، لكن كل واحد معنا براء. الوضوء هو الفعل، والوضوء بفتح الواو والماء المعد لهذا الفعل. يبقى هنا حتكون ياتا وضوء. ها؟ قال: يتوضا فيحسن الوضوء. حتكون هو ولا و؟ هو، لانه المقصود الفعل، يحسن الفعل، ما يحسن الماء. يحسن الماء كيف يعني؟ يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضى لي. اللهم فشفعه في وشفعني فيه. أيوة، من الأدلة برضو إنه الموضوع ده موضوع دعاء. قال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. الشفاعة في اللغة يعني الدعاء، شفاعة في اللغة يعني الدعاء. قال: اللهم فشفعه، أي رسول الله، في. الأعمى بيقول كده، والشفاعة يعني الدعاء. يبقى اللهم فشفع الرسول فيني يعني شنو؟ اقبل دعاء الرسول فيني. معناته الرسول شنو؟ دعا عليه، وده دليل ثاني. وشفعني فيه يعني شنو؟ الشفاعة يعني الدعاء، يعني اقبل دعائي، لأنه الأعمى دعا إنه الله يستجيب دعاء الرسول فيه. فشفعه فيا يعني اقبل دعاء الرسول فيني، وشفعني فيه في الرسول ذاته يعني اقبل دعائي.
في أن تقبل دعاء الرسول فيا. يبقى دعا له ولا ما دعا له؟ دعا له. عشان كده الشيخ الألباني قال الصوفية كلهم بيقطعوا الجزئية دي، وأنا سمعتها منهم أصحاب البافكير والفشلة والمجرمين ديل بيقطعوا الأخير ده، اللهم بشفعه فيه بشيلوها برا، وشفعني فيه برضو بشيلوها برا. قال لأنها تنسف بنيانه من القواعد. أنا بتوريك إنه حديث موضوع شنو؟ دعاء. دعاء، توصل بالدعاء. نعم. قال ففعل الرجل فبرأ. يزعم الصوفية أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقوم بلخبط بلفظة يا محمد، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يعني بدعاء شنو؟ نبيك. وذكرنا الأدلة، شفعني وشفعه، والأعمج قال بل ادعو وادعو الله لي وكذا. بيقوم بلبس ثاني في يا محمد إني توجهت بك إلى ربي. محمد كان غايب ولا حاضر؟ كان ميت ولا حي؟ حي حاضر. يا هو ده موجود، يا محمد هو ده موجود. إني توجهت بك إلى ربي، أي توجهت بشنو؟ بدعائك، زي حديث العباس قبيل ونفسي الأدلة ذكرناها هنا، وحيجيك أدلة الآن وكلام. نعم. أو غيره من الصالحين. ويزعمون أيضا أن هذا الحديث يدل على جواز دعاء غير الله تعالى والاستعانة به والاستعانة بغيره سبحانه وتعالى. وأما قول العلماء في هذا الحديث فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني كيف يعني؟ هو التوسل دعاء الرجل، ثلاثة دعاء بأسماء الله عز وجل وصفاته، والقسم الثاني توسل بأسماء الله وصفاته. اثنين توسل شنو؟ دعاء الرجل الصالح. ثلاثة بعملك الصالح. بعملك الصالح. وقال لك القسم الثاني اللي هو شنو؟ بدعاء الرجل الصالح. نعم. فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فقال: بل أدعو. يبقى الدليل الأول أن الموضوع موضوع شنو؟ دعاء. وقبليه إن الرجل جاء من هناك قال ادعو الله لي. اثنين كده. نعم. فأمره أن يتوضأ. الحديث. قال شيخ الإسلام: فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وشفعه في. فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. نعم. وهذا الحديث ذكره العلماء. طيب ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل قال له ادعو لي الله، وقال له إن شئت صبرت دعوت لك أو صبرت قال بل ادعو، ليه قال له امشي توضأ وصلي ركعتين وقول الدعاء ده؟ قال العلماء: ليجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الخير من أطرافه، ويجمع له جميع أنواع التوسل الثلاث. العمل الصالح يتوضا وصلى ركعتين، ده عمل صالح. بدعاء الرجل الصالح اصلا سال الرسول قال له ادعو لي، ودعا له النبي عليه الصلاه والسلام. ثاني فضل شنو؟ باسمائه وصفاته قال اللهم، واللهم معناها يا الله، معناها يا الله. فعزفت يا النداء ليه؟ لا للبداء بسم الله، عشان ما يكون قبل الله في حاجة، ما هي يا الله، فحذفوا الياء عشان تكون الله، وعوض عن ياء النداء المحذوفة بالميم فصارت الله أمة، اللهم. فليكون اسم الله ما في قبله حاجة، اللهم. عشان كده دي من أقوى يعني الألفاظ في الدعاء، ومن أقوى الألفاظ توحيدا وعقيدة وإيمانا في الدعاء، اللهم. نعم. عشان كده علموا ليها. نعم. لا جنب النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قال: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، أي توجهت بدعائك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى. ده كله قاعد. وهذا الحديث ذكره العلماء في معظم، ما يجوز يمشي بيته يقول الكلام ده، ما بيجوز. وده كلام الصوفية ذاته،
لأنه هسه عندهم شبهتين في الحديث ذاته ضعيفات، روايتين ضعيفات، منهم الكلام ذاته إن يجوز في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ الدعاء ده وتقول يا محمد اللهم إني أشرك. كيف يا محمد؟ ما في، مات أو غايب. نعم. هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. قال البيهقي رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح. وقال شيخ الإسلام طيب، والحديث مما يدل أن الموضوع توسل بالدعاء، والموضوع موضوع دعاء، إنه العلماء ذكروا في معجزات باب معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه المستجاب، يبقى الموضوع موضوع شنو؟ موضوع دعاء. قال البيهقي رويناه في كتاب شنو؟ الدعوات. يبقى العلماء في منه الموضوع ده موضوع شنو؟ توسل بالدعاء وليس توسل بالجاه ولا كده ولا كده. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله نعم بعدما ذكر حديث الضرير، فهذا الحديث نعم هذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء. لا خلي أنا سيوزن هنا. أنا سوين أوزن ده؟ لا ده الذي يلبس صفر، بس أوزنها شوية أرخيها شوية. نعم. فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء. شوية. نعم. وقال أيضا وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعائه اللهم فشفعه في. فعلم أنه شفيع فيه. فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال ادع لي. فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده كله يا جماعة أنا قلته في ثنايا كلامي عشان كده بخليه يمشي طوال. فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه ويقول في دعائه اللهم فشفعه فيا، فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه نعم وشفاعته. نعم، أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يعني شنو يا جماعة؟ بدعائي وشفاعته. نعم. كما قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا، فالحديثان معناهما واحد. نعم، هناك حذف الدعاء وهنا تقدير الكلام برضو شنو؟ بدعائي نبينا. نعم. وقال المبارك فوري في شرحه، المبارك فوري ده صاحب كتاب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، في شرحه لحديث الضرير، وأنا جبته هنا عشان ما يقول لي قال شيخ الإسلام ده شيخه. طيب المبارك فوري ده في النهاية ده صوفية ما يقدروا يقولوا ده وهابي ولا كده ولا كده. نعم. في شرحه لحديث الضرير الحق عندي أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته جائز، وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح في حياتهم بمعنى التوسل بدعائهم وشفاعتهم أيضا جائز، وأما التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم فلا يجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني التوسل بالموتى ما بيجوز، التوسل بالموتى إذا قال أسألك بجاه فلان وفلان ده ميت دي بدعة، أما إذا مشى سأل الميت ذات وده شرك أكبر مخرج من الملة، لو سمى توسل ولا سمى غيره ده شرك. نعم. وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم شفعه فيا، ولهذا رد الله عليه بصره
لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم به لم تكن حالهم كحال النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن. يعني لو واحد أعمى حفظ الدعاء ذاته وقام يتوضا وصلى ركعتين وقال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في عجلة وقال كده حاله ما حتبقى زي حال زول ذاك ما حيفتح زي ذاك لأنه ده دعاء مبتدع ده أصلا قالوا ويقصد به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لي أدعو إنه الله يستجيب دعائي طيب هل النبي محتاج إنه يدعو عشان الله يستجيب دعاء ما محتاج قالوا لكن ليجمع له الخير من أطرافه أولا وليعلمه الدعاء ثانيا وليعلم الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمى الدعاء ثانيا عشان كده ما في أحد من الصحابة أبدا وكانوا في ناس عميان منهم عبد الله ابن أمي مكتوم وغيره وكثير من الصحابة لما كبروا عموا ما في واحد مشى قال الدعاء ده لأنه ده كان توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو شنو حي بعد ما ماتوا ما قالوا حتى اللي عموا منه ما قالوا كلام نهائي أما الأثر الحقيقي إنه في واحد ومشى قالوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ده ما صحيح يعني بين ضعفه نعم وقد لخص الشيخ الألباني شرح هذا الحديث وأنه يتكلم عن التوسل إلى الله تعالى بالدعاء لخصه في نقاط مفيدة جدا حيث يقول رحمه الله تعالى يرى المخالفون أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين ودير كمان دير ما زي مخالفين نحن ما زي الصوفية حقنا دير بيرون الحديث يجوز تدعو غير الله عديل مش كمان جاه ولا ما جاه إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيرا وأما نحن فنرى أن هذا الحديث لا حجة له فيه على التوسل المختلف يعني شنو التوسل المختلف فيه؟ بالجاه يعني وهو التوسل بالذات بل هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع الذي أسلفناه لأن توسل الأعمى لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة أولا أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له وذلك بقوله ادعو الله أن يعافيني نعم الأعمى جاء من بيته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ادعو لي الله يبقى ده ما موضوع جاه ولا ذات ولا دعاء للموتى ولا دعاء لغير الله قال لا ادعو لي الله نعم فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره نعم ده السبب جاب الأعمى والخلاه يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له لأنه يعلم إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول والإجابة عند الله من دعاء غيره نعم ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء له بل كان يقعد في بيته ويدعو ربه بأن يقول مثلا اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن تشفيني وتجعلني بصيرا ولكنه لم يفعل لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة يذكر فيها اسم المتوسل به بل لا بد أن يشتمل على المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة
ويطلب الدعاء منه له. ويطلب الدعاء منه. ويطلب الدعاء منه له. ثانيا. ده نفس الكلام اللي قلناه. إنه ما في داعي كان يجي من البيت، كان يقعد هناك ويطلب. نعم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده الدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. فالأعمى اختار وأصر على أن الرسول شنو؟ ما خيره بين يدعو له ولا يصبر أحسن له، أحسن له الجنة. فالأعمى اختار وأصر على أنه شنو؟ يدعو له. نعم. وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن شئت دعوت لك، فشاء الأعمى الدعاء. نعم. ثالثا إصرار الأعمى على الدعاء بقوله: فدع فدع. فهذا يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له، لأنه خير لأنه خير من وفى بما وعد، وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق، فقد شاء الدعاء وأصر عليه. فإذا لا بد أنه صلى الله عليه وسلم دعا له فثبت المراد. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بدافع من رحمته وبحرص منه على أن يستجيب الله دعاءه فيه، الله دعاءه فيه، وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل بالعمل الصالح ليجمع له الخير من أطرافه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه. وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهي تدخل في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة كما سبق. نعم، يعني وابتغوا إليه الوسيلة يعني القربة بالعمل شنو؟ الصالح. والرجل ده يتقرب بها عمل صالح، اتوضى وصلى ركعتين وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، وده كل أعمال صالح. نعم. وهكذا فلم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه للأعمى الذي وعده به، بل شغله بأعمال فيها طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه، ليكون الأمر مكتملا من جميع نواحيه وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهر، وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون. الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ واضح؟ نعم. أيوة. أي خطأ، في خطأ هنا. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في خطأ لغوي، صفحة 12 السطر قبل الأخير. وقد وجه النبي مكتوب الله. أي نعم. أيوة. رابعا إن في الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يقول: اللهم فشفعه فيا، وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، أو جاهه أو حقه، إذ أن المعنى: اللهم اقبل شفاعته فيا، أي اقبل دعاءه في أن ترد علي بصري. والشفاعة لغة الدعاء. ده برضو ذكرناه. نعم. خامسا. إن مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يقول: وشفعني فيه، أي اقبل شفاعتي أي دعائي في أن تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم، أي دعاؤه في أن ترد علي بصري. وهذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سواه، ولهذا ترى المخالفين يتجاهلونها ولا يتعرضون لها من قريب أو بعيد، لأنها تنسف بنيانهم من القواعد وتجتثهم من الجذور، وإذا سمعوها
رأيتهم ينظرون إليك نظرا مرجي عليه، ذلك أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعمى مفهومة، ولكن شفاعة الأعمى في الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ لا جواب لذلك عندهم البتة. قال لأنه ذكرنا قبيل، وزاد قال لأنه شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأعمى مفهومة، صحيح؟ وشفعه فيها يعني أقبل دعاء الرسول في ندي مفهومة، لكن شفاعة الأعمى في الرسول كيف تكون؟ وشفعني فيه دي ما يقدر، بس يقدر يلفوه ويدوروه كيف ما يقدر. نعم، فما يقدر أصلا إلا يرجع إنه الموضوع موضوع توسل إلى الله بالدعاء، بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان كده هم بيقطعوها. نعم. سادسا، إن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه بدعائه صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولذلك رواه المسلمون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره، فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قلت إذا فرضنا جدلا أن العلماء اختلفوا في جواز التوسل بالذات أو الجاه، فإنهم لم يختلفوا في جواز التوسل بالدعاء. طيب إذا كان لو فرضنا جدلا أن التوسل بالجاه مختلف بين العلماء، علماء قالوا جاهز، علماء قالوا بدعة، لكن التوسل بالدعاء العلماء كلهم اتفقوا انه ده امر مشروع وما فيه خلاف، فهل نقع في شيء مختلف فيه موضوع الجاه، ولا نقع في التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي المتفق عليه؟ نمسك المتفق عليه، لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات وقد استبر لدين عرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ده لو كانوا الصوفية دارين الحق بس كان ياخذوا القاعدة الاخيرة دي، الكلام ده كله خلي، الفات ده كله خلي، حاجة مختلفين فيها جاه يجوز ولا ما يجوز التوسل بالجاه، أما التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي متفقين إنها مشروعة، نحن والصوفية متفقين إنها مشروعة، فليه يأخذ المختلف إذا كان مختلف هو ما مختلف فيه وباطل بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. سادسا، إن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لا قلت نعم، وذلك لما عليه من الأدلة الكثيرة، فلما يأخذ الصوفية بالشبهة ويتركون المتفق عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقد قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأيضا إنك تلاحظ أن كثيرا من الصوفية يعبدون شيوخهم ويدعونهم من دون الله تعالى، كقولهم مدد يا الدسوقي مدد، وكقول البرع السوداني. أنا قلت البرع السوداني لأنه في برع يمني، وين محمد كيف؟ في برع تاني داك صوفي برضه وعنده ديوان برضه، وده البرع السوداني. ايوه، فانا قلت البرع السوداني لانه الكتاب ده يتوزع في السعوديه وغيره في الجزائر وكده، قد يقروا ناس لما يقولوا البرع ما عرفوا ايه برع، في اثنين برع كلهم مخرفين. ايوه، وكقول البرع السوداني في مدح مشايخه فان ضبط ذرعا في زمانك ناده تجده غياث الخلائق باد وحاضر. أعوذ بالله. فهم يدعون غير الله تعالى، وهذا شرك أكبر، ولكنهم يكذبون ويسمونه توسلا ليلبسوا على الناس دينهم، وهذه أكبر شبهة عندهم، يضللون بها الخلق ويلبسون بها الحق بالباطل.